نضل عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوه بشجاعة دول أخذوا قرار دايما دول مش المشرار في السكة حفر أو أحمر قتلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق صدق اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين. النهارده بنعمه الله معانا اختبار ايمان اختنا داليا ونشكر رب من اجلها ومن اجل حياتها ومن اجل كمان خدمتها مع حضراتكم. برحب باختنا داليا من مصر. اهلا بيكي اخت داليا. اهلا بيكي اخت نوره، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. اهلا بيكي ومنورانا في صوت العابرين. ربنا يباركك. شكرا. اهلا بيكي. احنا في بدايه الحلقه متعودين نصلي، فخلينا نرفع قلبنا وعيوننا على الرب ونطلب يعني بركته واستخدامه لكل كلمه وكل حرف حضرتك تشهدي بيه عن حياتك وعن امانه الرب في حياتك. ابونا السماوي، بنشكرك بنعظمك يا سيدنا، بنشكرك يا رب لاجل محبتك يا رب، لانك هكذا احببت يا رب العالم يا رب. شكرا ليك يا رب من اجل هذه المحبه، شكرا ليك لانك انت رب الذي تريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه شخصك العظيم المبارك يقبلون. يا رب بصلي من اجل بركه لاختي واستخدام يا رب مسحه وكلمات يا رب ممسوحه وتحت قياده روحك القدوس باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بصلي من اجل كل إخواتنا وأحبائنا المشاهدين يا رب، أن تكون الحلقة سبب بركة ليهم يا رب، لشهادة الإيمان سبب بركة وخلاص وتشجيع ومعونة وقوة وسند يا رب تيجي من خلال كلمتك يا رب في شهادة أختنا باسم الرب يسوع المسيح. لكل حد يكون في رسالة يا رب في كل كلمة هتقولها وكل يا رب شهادة هتشهد عن شخصك في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي من أجل قناة الكرمة وكل احتياجاتها يا رب في اسمك القدوس، نثق أنك أنت تسدد إلى التمام يا رب وتكمل عملك الصالح يا رب في هذه الكرمة التي غرستها يمينك يا رب. بنصلي واثقين يا رب أنك أنت سامع الصلاة في اسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين. طيب احنا يعني في كده كم تعليق، لكن في البداية زي ما متعودين ان برنامج صوت العابرين بنوصل صوت واحتياج اخواتنا العابرين لحضراتكم، ففي رسالة، طبعا الرسالة مكونة من 10 صفحات مفصلة، للأسف أنا مش أقدر أعرض غير الصفحة الأولى أو الورقة الأولى، واللي حابب إن هو يعرف أكتر عن الأخ أو عايز يعني يشوف يعني تفاصيل وضعه واحتياجاته يتواصل معنا وأكيد هنوصل وبيوصلوا لنا جماعة، لأن فعلا بتجينا اتصالات كتيرة ورسائل كتيرة عن احتياجات كتيرة جدا للناس، يعني الرب وحده هو اللي يقدر يعني يسدد ويكفي احتياجات كل أولاده. بس خلينا نشارك مع حضراتكم هذه الرسالة. بيقول كده: سلام ونعمة من رب المجد، نصلي دائما من أجلكم ومن أجل أسرة هذا العمل الرائع الذي يجعل الرب يتنسم رائحة الرضا. نصلي أن يبارككم الرب ويحفظكم في كل ما تصنعون وينجح. أنا اسمي محمد، مصري، 58 عام، عابر أنا وأسرتي من الظلمات إلى نور ومحبة وسلام رب المجد يسوع المسيح. أشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أشكر ربنا أمر بتجربة منذ عام 2019 أنا وزوجتي وابنتي، حيث تم تصفية الشركة التي كنت أعمل بها، ثم جاءت كورونا وتم إنهاء خدمة زوجتي وابنتي وتراكمت علينا الديون وأصبحت مخالف إقامة في البلد العربي الذي أقيم فيه، بالإضافة لرفع قضايا في المحاكم ضدي، وأخيرا لم أستطع تسديد الإيجار الشهري وتم طردي أنا وأسرتي من السكن، والآن نقيم متفرقين عند الأصدقاء والمعارف. ونشهد أن الرب الصالح في وسط هذه التجربة نشهد أن الرب الصالح في وسط هذه التجربة لم يتركنا لحظة واحدة، وكل ما نحتاجه هو صلاة من أجل إخوتي المحبوبين، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، من أجل أن ينهي رب المجد التجربة ويعودنا كما عوض أيوب فهو إله التعويضات، ويملأ كل احتياجنا بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، ويفتح أبواب العمل لنا فهو يفتح وليس من يغلق، مكملا عمله الصالح في حياتنا. أمين. دي رسالة أخونا محمد، واللي يحب يتواصل معاه يعني أمين. نصلي إن الرب يسدد كل احتياجه في اسم يسوع.
معانا اول تعليق، هي تعليق يعني ده خاص بالرجال المسلمين في الفيديو اللي هنشوفه او الفيديو. التعليق ده خاص بالرجال المسلمين، طبعا الرجال المسلمين مركزين مع المرأة المسلمة ان هي لازم تلتزم بالحجاب، والحجاب ده يعني بإذن الرب يعني نعمل له حلقة مفصلة، لكن هي اللي مجبورة وملزمة وإلا تكون يعني فاسقة وغير مستترة وغير عفيفة، لازم ان هي تتحجب لان ده امر. طيب ما انت عندك امر وعندك سنة وعندك يعني حاجة بتقولك انت كمان عليك حاجة زي الحجاب كده في المظهر، يعني انك انت تعملها. وحقيقة انا لقيتها بقالها حوالي اسبوع عمالين ينزلوا فيديوهات وعلى منصة اكس شغالة، يعني شبه ان هي اصبحت ترند من اسبوع. فالامر ده عن اللحية، ان الرجل لازم يعني يسيب اللحية مش يحلقها، عشان لو حلقها هيحصل اللي هيقوله الشيخ في الفيديو ده. والفيديو ده للرجال، وتعليق كده في البداية لان انا مش هينفع ان انا اعلق بعد الفيديو، فاسمعوه بقى بتركيز، اسمعوا على اللي لا يترك اللحية هو ايه ومحتاج يعمل ايه، وشوفوا انتوا بقى اسمعوا. كانوا لا يريدون اللحى فليختصوا لان الخصي لا ينبت له لحية، اي يقطعون الخصية ولا ينبت لحية ويسلمون منها، لانهم اصبحوا ليسوا رجالا وانما هم اشباه النساء. فالحقيقة أن حلق اللحى أنه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار. سمعته، أنا ماليش دعوة، يعني هو إيه الشيخ قال إيه، الدين بيقول إيه، اللي ما يحلقش اللحية يروح يعمل اللي الشيخ قاله. طيب نشوف بعد كده بقى، يعني حقيقي المسلمين يعني حالتهم صعب قوي حقيقي. في الاول في فيديو من امبارح غالبا لاخت مسلمه بتحل مشكله ان الرسول اتجوز 12 واحده ليه وهو مش شهواني وكان ليه اسبابه والكلام ده كله، هي بتقول ان هي حلت المشكله، ولما تسمعوا الفيديو هي عندها الحل. طبعا هي واخده الكلام اللي هي بتقوله يعني قص ولزق من عمرو خالد، البرنامج اللي كان بيقدمه على زوجات الرسول وعلى قناه اقرا. فهي واخده كده يعني، بس هي جايه بقى ايه مدياله صبغه جديده وروح جديده، وان هي حلت لهم مشكله ان ما كانش شهواني ما كانش وبتتكلم. لو ممكن نشوف الاخت الصوره بتاعت اهي بتقول هو ليه النبي اتجوز 12 مره، ايه الحكمه يا ترى؟ هي عايزه تقول لنا الحكمه، لكن اكيد وقت الحلقه مش هيكفي لان انا عايزه ارد عليها كلمه كلمه، لكن انا بنوه ان هيكون في حلقه رد على كل كلمه هي قالتها، لانها فعلا محتاجه تتعلم عن الدين وتعرف مين هو الرسول اللي هي بتتبعه عشان تكمل لو هي عايزه تكمل يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه زيها بقى الشيخ طلع مع دكتور عمرو الليثي وبيتكلم بقى عن معجزات الرسول. هو الرسول ليه معجزات؟ الرسول المسيح طبعا ليه معجزات، المسيح شخصية عظيمة، احنا بقى بنقول محمد بقى أفضل وأعظم خلق الله وخير المرسلين. طب ده بخير المرسلين ده كده مفيش حاجة كده يعني تعرفنا أنه خير المرسلين، حاجة كده يعني تحابيش النبوة كده، حاجة كده تظهر ان هو عنده حاجة كده زي المسيح. المسيح أحيا موتى، ايه أخبار الرسول؟ فبيسأل الشيخ طب محمد يعني رسولنا ده ما أحياش موتى؟ نسمع الشيخ نشوف أحيا ايه. أحيا الموتى. ايوه حصل. وأحيا ما هو أبعد من الموتى كمان. أول لسعتك سيدنا عيسى أحيا بشر كان فيه روح وسلبت الروح. أيوة. غاية الأمر أنه ربنا سبحانه وتعالى على دين سيدنا عيسى نفخ الروح تاني بسيط، تمام؟ و و و والطين كشكل الطير نفخ الله فيه الروح بسيط. تخيل حضرتك أنه سيدنا النبي محمد يحيي خشبة، أحيا خشبة، جذع النخلة اللي كان بيقف عليه سيدنا النبي يخطب، وبعدين واحدة ست وأتاك الجزء يبكي. الله ينور على سعادتك. قاعد يعيط النص الحديث يبكي كبكاء الطفل. فنزل النبي من على المنبر واحتضنه وكلم الجزع، والجزع رد عليه وخيره النبي صلى الله عليه وسلم، يا جزع تحب أرجعك للجنينة اللي كنت فيها أغرسك مرة تانية تنبت عروقك وتثمر ولا تبقى نخلة في الجنة؟ قال نخلة في الجنة يا رسول الله. سيدنا النبي يقول لو لم ألتزمه، يعني لو لم أحتضنه لظل هكذا حزنا إلى يوم القيامة.
على يدي على رأي في فؤاد المهندس، على يدي الجذع هنا والرسول هنا، ويقول له رجعك جذع، يقول له أبداً خليني نخلة في الجنة. يعني إيه ده؟ أنتوا مصدقين؟ هل الناس دي مصدقة الكلام اللي هي بتقوله؟ بيبسط قوي قوي وبيقلل المعجزة بتاعة المسيح إن هو أحيا. ده مش أحيا بس، ده القرآن بيقول لك إن هو خد من، طبعاً ده مش في الكتاب، يعني مش في الإنجيل ولا في الكتاب المقدس، بيقول إن هو خد من الطين ورسم شكل، عمل هيئة طير، يعني جاب من الطين ونشأ يعني وعمل طير ونفخ في الطير وبقى نفس حية. مين اللي عمل كده؟ مين يا ناس؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي مسك الطين وشكله شكله ونفخ فيه نسمة حياة وخلاه حي، كائن حي؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده من البداية؟ مين اللي شكل آدم ونفخ فيه نسمة الحياة؟ مين اللي يملك نسمة الحياة؟ انتوا بتقولوا ايه؟ خشبة ايه يا شيخ؟ فكر، حتى فكروا في معجزة في معجزة الإحياء الموتى، معجزة الخلق اللي انتوا بتتكلموا فيها. ده القرآن بيقول لك ان هو خلق من الطين، نفخ، اعطى نسمة الحياة اللي هي لا يعطيها الا الله الخالق، واقام من الموتى. مين اللي يعمل اعمال الله؟ مين اللي يعمل اعمال الله غير الله؟ فكروا، مش بس ان انا اقول الخشبة والجذع كان بيبكي بيحن للرسول. ايه ده؟ ايه المعجزات اللي شاهد ما شافش حاجه؟ ما حدش شافها غيره، ما حدش سمعها غيره. طب نشوف بقى، نكمل بقى المعجزات الخطيره، كوكتيل المعجزات اللي هو بيقوله. نشوف الفيديو التاني. الميه طلعت من من الحجر لسيدنا موسى، الميه طلعت من الموبايل. شايفين الموبايل؟ ايهما اعجب؟ ما الميه بنشوفها طالعه من وسط الحجاره واحنا ماشيين في الصحراء عادي جدا، انما ميه عذبه حلوه جميله، اجمل ميه ممكن تتخيلها، طالعه من بين الصوابع زي الحنفيات، حصلت مع سيدنا النبي. مين سيدنا موسى ضرب البحر فتشق نصفين، صحيح. سيدنا النبي ضرب السماء فتشق القمر نصفين. انشقاق القمر اعجب ولا انشقاق البحر؟ لا، ده البحر ايه ارضيه بالظبط، انشقاق القمر ايه سماويه، والايه السماويه اعجب. طب سيدنا النبي محمد كان يعلم لغه الطير؟ كان يعلم لغه الطير. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسبح معه الحصى والجبال؟ كلها حاجات ما حدش شافها. يعني موسى هو بيستشهد بموسى. اولا ايه الميه اللي مشت من، ما انا لو فتحت الحنفيه الميه هتمشي بين ايدي، يعني ايه ايه اللي فيها يعني؟ والميه بتسبح ازاي يعني؟ مش فاهمه. ما علينا من الكلام ده. بيقول لك ان موسى شق البحر، اوكي، كان في شهود، كان في 2 مليون انسان غير النساء والاطفال، كان في شهود كانوا موجودين، اتشق البحر قدامه. رسولك بقى اللي محتاج تفكر، شق القمر، مين شافه؟ مين شافه؟ مين شافه؟ وايه الدليل ان القمر اتشق يعني؟ يا جماعه، هو بس عايزين نقول معجزاته خلاص. المسيح عمل، فاحنا بقى لازم، ما هو لازم يكون في دليل ان هو خير خلق الله وخاتم المرسلين والكلام ده. فنفتعل بقى ونجيب الحاجات اللي في الكتب اللي لا تصدق، اللي انا اعتقد ان دكتور عمرو الليسي بيهز راسه كده وخلاص، والشيخ مقتنع. اهم حاجه ان الشيخ مبسوط وهو بيتكلم. نشوف بقى بقيه المعجزات، نكمل. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سخر له الرياح زي ما سخرها لسيدنا سليمان؟ لا، سخر له الكون كله. يلا، عجيب. وده سيدنا النبي عرفوه، الكلام عليه جوه. وسيدنا الامام الشافعي قال، فمن قال سخر الله لسليمان الرياح، اقول لك سخر الله لمحمد الكون كله. اهو بالعافيه المعراج. انا من وجهه نظري الكون كله في هذا الوقت تعظيم سلام، كله توقف ثابت لحد ما خرج من دائره الزمن، الرحله بقى بما فيها من اعمار وسنوات، ثم عاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاد الزمان الى دورته. خرج من دائره الزمن ورجع، لانه لا يتصور هذا بالبراق. اول رحله فضائيه. ايوه، الكون، رحله سيدنا النبي. مش بالصاروخ اللي في الصوره ده. ولعل اللي بيحصل ده يا دكتور من التقدم التقني والعلمي يفهمنا ده ويقربه مننا، يقرب لينا احنا. شوف احنا بنمشي ازاي في الفضاء والمركبات الفضائيه والطائرات، وبنتنفس وبناكل وبنشرب، اذا كان هذا ما عند البشر. انا لا اريد ان اقارن هذا بهذا، لكن يعني هو العلم والتقدم التكنولوجي والتقني كل الحاجات الجامده دي ما مش هتقدر توصل لهذه المعجزه، معجزه الاسراء والمعراج والبراق. احنا مش عارفين نوع هذه الدبه كانت ايه، هل هو حصان، هل هو حمار،
هل هو يعني يعني ربنا يحفظكم أي جمل أي نعجة أي حاجة أي نوع من الكائنات من الحيوانات؟ لسه يا شيخ العلم والتكنولوجيا وكل التقنيات ما قدرتش تعرفنا الكائن اللي ركبه رسولك عشان يعمل رحلة الإسراء والمعراج، اللي قلب له الكون وجاب له وطلعه بره الزمن، مع إن أم المؤمنين أمك يا شيخ السيدة عائشة قالت إن هو ما قامش من جنبي، قالت المكان جنبي ولا قام منه، فمعرفش بقى هل هي كانت بتشكك فيه بطريقة كده يعني معينة كده عايزة تقول لهم ده بيفشر عليكم ده بيكذب عليكم ما حصلش، ولا هو فعلا ما قامش ولا إيه؟ أنا مش عارفة، لكن الشاهد اللي كان شاهد على هذه الواقعة بالذات قالت إن هو ما قامش من جنبي، اللي هي عدى بره الكون بالتكنولوجيا اللي انت بتتكلم عليها دي، اللي هي اصلا لسه التكنولوجيا ما وصلتش نوع الحيوان الكائن الدبه اللي رسولك ركبها وعبر بها الزمن، لسه دي لسه في مش عارفه رحلات ايه وقصص الف ليله وليله الغريبه دي. يا من فضلكم يعني الموضوع مش ان انا يعني بتهكم، ما انا كنت مسلمه ولسه اهلي مسلمين وكنت مصدقه الامور دي، لكن خلاص بقى خلاص بقى نفكر. انت بتقول الشيخ بيقول ايه عصر التكنولوجيا، فكروا بقى فكروا على مستوى المعجزات، هل دي معجزات تصدق؟ هل كان في شهود عليها؟ المسيح لما اقام الميت كان في شهود، كان في شهود موجودين وكلهم لمسوا الميت وشافوه لما طلع بره القبر بتاعه. لما انت بتقول ان هو بتقول ايه تاني، خلق من الطين ونفخ فيه، دي طبعا في القرآن، لكن المعروف ان المسيح كان بيمشي في وسط الناس، ففكروا يا جماعه المعجزه اللي من غير شهود، واحد يحلم ويقوم يقول لنا حلم، واحد يقول الحجر كلمني الشجر كلمني، طب ما سمعناش ليه. ده حتى عائشه نفسها لما دخل وقال لها جبريل يقرئك السلام، قالت له يعني قالت بمعنى ان انا ما شفتش ولا سمعت. هل هي كانت بتشكك في رسول الإسلام ولا هي فعلا في الحياه ولا شافت ولا سمعت؟ هو بس اللي شافه سمع. من فضلكم فكروا. اخت داليا اهلا برحب بحضرتك مره تانية. هل عند حضرتك تعليق على اللي سمعتيه؟ يعني بصراحه على اول معجزه هو الشيخ كان بيحكي عنها انه احيا الجذع الشجره دي، انا مش عارفه يعني انا كبشر استفدت ايه من الموضوع اساسا. صح، انه هو احيا جذع شجره يعني ما فيش وجه مقارنه تماما بين مسيح كان ماشي بيقول بيصنع خير وبيحيي اموات وقدام الناس كلها، يعني نده له بكلمه واحده طلعه من قبره وحياه من جديد، وشخص بيقول لي احيا جذع شجره، انا اعمل ايه جذع الشجره؟ عملت لي ايه؟ فادتني ايه بشريتي يعني؟ صح. يعني انا لو رحت دلوقتي لاخواتنا في غزه مثلا، خلينا نقول اللي بيتضرروا دلوقتي بسبب الموت والمجاعه والامراض، وانا واقفه بقول لهم احيا جذع شجره، هيعملوا فيا ايه؟ هنعمل لك ايه؟ لكن لو قلت في حد عنده محبه، في حد عنده تعويض عن الالم اللي انتوا فيها، طب الجأوا لي، واقول لهم الدليل على كده بيفرق كتير مع الناس يعني. وتاني حاجة انه نزل عرق ولا معلش انا اسفة يعني عرق من ايده معرفش ولا مية، برضو انا استفدت ايه يعني؟ ايه الافادة في دوت؟ وهو ايه الدليل على الكلام ده كله؟ وتالت حاجة انه الله سخر الكون كله وانه شق القمر، طب موسى لما شق البحر كان بينقذ الشعب بحاله، كان بيقول للشعب كله قد ايه الله موجود، يعني انت بتشق القمر ليه برضو؟ يعني كل المعجزات بحس ان هي تعلية، احنا بنعلي على بعض. هو انا جبت 10 حلوه تعليه دي، انا جبت 60، فبحس في تسكين للالم، بيحاولوا يسكنوا الالم، يعني انه بصراحه انا عشان انا من خلفيه اسلاميه انا بحس انه علاقه المسلم بالاسلام بالظبط عامله زي الست اللي بتحب جوزها قوي بس هو عمال يضرب فيها وعمال يخون فيها، والناس كلها عماله تقول لها بيخونك، عمال يعمل حاجات غلط من وراكي، وهي عماله تديله مبررات ومش عايزه تفتح عيونها. انا فعلا مش عارفه هم ليه شغالين مبررات ليه؟ لانهم لو فتحوا عيونهم هيسيبوه، يعني هي دي بالظبط، يعني انا لو اكتشفت ان جوزي بيخوني او بيعمل حاجه يعني تضرني اكيد هسيبه مش هقعد معاه يعني، فعماله ادي لنفسي مبررات يعني، ضل راجل ولا ضل حيطه. والخوف بصراحه الخوف هو اللي بيسوقنا كلنا يعني. صحيح
صحيح. طيب بمناسبة بقى أنت جبتي سيرة الإله المحبة، فإحنا عنوان حلقتنا أو عنوان قصة إيمان حضرتك واختبارك أنك تركتي إله الإسلام وأمنتي بإله المحبة أو تبعتي إله المحبة، فيعني عايزين بقى نتعرف عليك يا أخت داليا، إزاي كنتي في الإسلام وإزاي الرب قادك لمعرفته، فاتفضلي حضرتك. أمين. أنا من مصر طبعا زي ما هو باين يعني. صراحة أنا ربنا بدأ يتعامل معايا من عمر صغير قوي، يعني يمكن من عمر أول سنة أولى ابتدائي، وأنا كان ربنا حاطط جوايا شغف، كان جوايا كده في يعني بحس إن جوايا شغف، جوايا كأنه في سر، في حاجة أنا نفسي أعرفها عن المسيح وعن الصليب وعن الكنيسة وعن الكتب المقدسة، في حاجة جوايا، في شغف بس أعرف حاجة، بس أقرأ كلمة واحدة، بس حد يكلمني كلمة واحدة، يعني من عمر صغير جدا، وعمري ما هنسى دوت لأنه كان فارق جدا في حياتي، أنه بابايا كان مؤذي جدا يعني. فأنا بالنسبة لي كانت فكرة الأب، وكانت بالنسبة لي فكرة مضرة، فكرة يعني كنت بتمنى كل يوم إن هو يموت، يعني من كتر ما هو كان إنسان شرير قوي وأذاني كتير أنا وأمي وإخواتي يعني. فكنت طول الوقت بحس إنه أنا محتاجة لحد أحس معاه بالحماية، يعني نفسي أقرب من ربنا قوي، بس مش عارفة إزاي. أنا حاسة إن في حاجة أكبر بكتير وأعمق بكتير خلينا نقول من التقليد اللي أنا شايفاه والحاجات اللي أنا شايفاها، في حاجات أعمق، في حاجات حقيقية بس مش عارفة هي إيه. المهم يعني، وطبعا عشان كان عمري صغير جدا ما فكرتش كتير في الموضوع وما تعمقتش طبعا كتير لأنه كنت صغيرة قوي. وبالنسبة لبيتي، أنا مسلمة سنة سابقا يعني. البيت عندي كنا مسلمين معتدلين جدا، عادي بنصوم وبنصلي، يوم الجمعة بنصلي برضو، الأعياد بنحتفل بيها، حتى كان في اختلاف شوية يعني قصدي مش سوري مش اختلاف، بس كانت شوية الأمور مختلطة، يعني ممكن نحتفل مع الشيعة في عاشورة، نحتفل يعني ما كانش في حاجة عندنا فيها التزام يعني، بس مسلمين بالآخر مسلمين يعني. بس يعني فما كانش في تعمق بصراحة يعني، حتى كأنه يعني حجاب ونقاب وكلام دوت ما كانش بيفرض علينا خالص الحاجات ديت، فده كان مديلي كمان مجال انه انا ممكن افكر، يعني انه ما فيش كد عليا في حاجة. ما كان عمري حوالي 9 سنين كده، كان عندنا جارة مسيحية في الدور اللي تحتينا بدورين، وكانت ست كبيرة قوي في العمر، وطول الوقت قاعدة تقريبا لوحدها، فماما كانت وهي طالعه وهي نازله دايما بتسلم عليها، وكان في عيد في مره في مناسبه يعني، فماما بعتت معايا حاجه اديها لطنط كبيره قوي في العمر، فالباب كان طول الوقت مفتوح وهي طول الوقت قاعده في الارض وفي الضلمه، فانا بديها الطبق اللي ماما بعتاني ليه يعني ليها، هي بست ايدي وفضلت تعيط وقعدت تقول لي شكرا عشان بتسالوا عليا، شكرا عشان بتبعتوا لي حاجات. فانا طلعت ساعتها من عندها وانا عماله اعيط، وقلت وماما اول ما شافتني بتقولي انت بتعيطي ليه، قلت لها ماما صعبت عليا او اتضايقت عليها قوي، فسكتني خلاص. بعدين قلت لها ماما هي الست دي هتروح الجنه ولا هتروح النار؟ قالت لي هتروح النار طبعا عشان هي مسيحيه. ساعتها انا اتضايقت قوي، يعني ليه هتروح النار؟ الست قاعده ما بتاذيش حد، دي يعني ليلها زي نهارها، قاعده بس طول الوقت بالطريقه ديت. فكان برضو بالنسبة لي دي حاجة انه مش حاسة شوية بالعدل، حاسة شوية انه في حاجة غلط، في حاجة كده انا مش فاهماها ولا عارفاها واكبر مني بكتير يعني. وبرضو عدت الايام وما كانش في، ما بحثتش ولا اتعمقت برضو في اي حاجة، لحد ما حلمت حلم، وده كان بالنسبة لي يعني اول حلم ان انا يعني خلينا اقول رؤيه من عند ربنا ليا. حلمت ان انا واختي كنا رايحين نحج، اختي اللي اكبر مني، واحنا داخلين في الممشى بتاع الحج دوت عشان نروح يعني نعمل مراسم الحج،
كان المكان كله عبارة عن سيراميك كبير قوي، أو خلينا نقول إيشان يعني، وأنا وأختي ماشيين وكل الناس واقفة على الشمال وعلى اليمين، وإحنا ماشيين في النص ولابسين كعب عالي قوي، والكعب عمال يرن في المكان لحد ما وصلنا لغاية الضريح، خلينا نقول اللي هو المفروض الرسول نايم جواه يعني، والباب اتفتح ودخلت أنا وهي. هي طبعا اول ما دخلت قعدت تعيط وقعدت في الارض وقعدت تقول ان هي قد ايه متضايقه من نفسها ونفسها ان هي تقرب من ربنا. انا اول حاجه عملتها رحت ناحيه الجثمان اللي كان موجود وشلت من عليه الغطا، عايزه اشوف الراجل والشخص اللي هو عمود الاسلام كله، اللي هو يعني رقم واحد اساسا في الدين كله يعني، فلقيت عباره عن تراب. فاتضايقت قوي وقعدت ازعق وقعدت اصوت وقعدت اقول انت وهم انت وهم انت وهم، بس كده. كان عمري برضو صغير، وبرضو قمت من الحلم ما حكيتوش لحد خالص لاني خفت جدا من الحلم ده وفضل مؤثر فيا، ما عملش اي حاجه خالص تاني في حياتي لحد ما وصلت لعمر ثانوي تقريبا. وانا في ثانوي كمان برضو كان معايا بنات مسيحيين في المدرسه كتير، وكنت بحبهم جدا وكنا قريبين جدا من بعض، فكنت دايما بحب اروح اجيب الكتب اللي هي بتبقى شاملة كل المواد عشان بس اقرا اي حاجة عن الدين المسيحي. بيبقى فيه قطعة كده زي سلاح التلميذ، سوري ده ما كانش في ثانوي، كان في اعدادي وفي ابتدائي يعني، كان فيه كتب اسمها سلاح التلميذ، وكان دايما بيبقى فيه مقطع كده عن الدين المسيحي، كنت كل مرة بجيبه بس عشان عايزة اقرا اي حاجة عن المسيحية. يا جماعة اي حد يكلمني اي حد يقول لي اي حاجة، طبعا ما كانش فيه ابدا يعني، لحد ما جالي مرة تانية حلم وبرضه ما كنتش فاهمة ايه الاحلام اللي عمالة بتحصل لي ديت. حلمت ان انا رايحة على المدرسة بتاعتي وتقريبا كان كل المدرسة واقفة في الشارع، وواحدة من صحابي اول ما شافتني قالت لي انت اتأخرتي قوي، ده هو مستنيكي بقاله كتير فوق. قلت لها هو مين اللي مستنيني؟ قالت لي انه محمد الرسول مستنيكي بالاسم، مستنيكي انت بالذات يعني. طلعت اجري لغايه الدور اللي فوق عشان اعرف الحقه يعني قبل ما يمشي زي ما كانت بتقول لي. اول ما الباب اتفتح بتاع الكلاس لقيته المسيح، عرفت منين انه هو المسيح؟ لانه عينه اول ما جت في عينيا هو قال لي انا المسيح. فأنا خفت ورجعت لورا شوية بظهري، فهو شاور لي بإيده كده بنظرة فيها محبة كده إنه ادخلي. فأنا بصيت شوية بدماغي كده لقدام إنه عايزة أشوف مين اللي قاعد بيسمع، شفت اللي كانوا قاعدين كلهم بنات وحاطين على راسهم إشارب كده خفيف. أنا رجعت لورا تاني وشاورت له على راسي إن أنا مش حاطة حاجة يعني، مش هقدر أخش أو. فابتسم مرة تانية وشاور لي مرة تانية بإيده كأنه بيأكد عليا ادخلي. فدخلت، وأول ما دخلت كان الدرس اللي هو كان بيقول كده بالظبط، بيشاور بإيده على الشارع من بره، الشباك كان كبير قوي، وكان بيقول إنه العالم ده كله هيضغطكم، العالم ده كله هيضطهدكم، زي ما عملوا فيا هيعملوا فيكم، لكن ما تخافوش أنا غلبت العالم وأنا معاكم، ويعني وأنا اللي هكون انا اللي هنتصر بالنهايه يعني، خلينا نقولها كده. وانا ما كنتش ولا في حياتي قاريه الكتاب المقدس، ولا اعرف ان في اي في الكتاب المقدس بتعبر عن الكلام دوت او بتقول الكلام دوت. وصحيت من النوم وانا مش فاهمه اي حاجه، مش عارفه ايه اللي بيحصل. اول حاجه عملتها لما رحت المدرسه كان عندي مدرسه متدينه قوي، فقلت يمكن اسالها لانه بالنسبه لي ده رسول نبي من الانبياء اللي القران بيكرمهم. فسألتها قلت لها ايه الحلم دوت، فهي فسرته لي بطريقة غلط جدا وضايقتني وخلتني ما فكرتش تاني يعني. قالت لي عشان انت مش محجبة انت لازم تتحجبي، وربنا بيبعت لك رسالة ان انت لازم تتحجبي يعني. خدت منها كلام وضايقت جدا وما علقتش اصلا على اي حاجة. وعدت الايام تاني وجي رمضان، وكنت بحاول ان انا ابقى قريبة اكتر من ربنا، عايزة التزم بديني، عايزه اقرب من ربنا، انا بحبك قوي يا رب بس مش عارفه اقرب منك ازاي، مش عارفه الاقيك ازاي، انا منزعجه من الطريقه اللي انا شايفه الناس مقربه بيك يعني بيها قوي كده منك، وهم لازم يبقى في جواهم بغضه لناس تانيين، لازم يبقى في جواهم كره لبعض الناس، مع ان كلنا بشر، ما انت اللي خلقتنا كلنا يعني. مش عايزه
احس انه عشان احبك يشترط ان انا لازم ابقى مكشره في وش حد معين، يشترط ان انا لازم يبقى بيني وبين حد معين عداوه يعني، بس انا مش عارفه الاقيك، مش عارفه انت فين يعني. فكنت بلتزم باللي كان بيتقال لي يعني شويه، كنت بحاول اقرا القران على قد ما اقدر. طبعا ما كنتش بفهم اي حاجه، لانه القران طبعا كلنا عارفين يعني، كل الناس المسلمين عارفين الكلام ده. القرآن بيبقى هنا بيقول لي إنه حبي مثلا النصارى، أو هم أقرب الناس ليكي، أو هم أهل الكتاب. وفي الصفحة اللي وراها على طول بيقول لي اقتلوهم حيثما وجدتموهم في الشهر الحرام، وإنه كفروا الذين قالوا مش عارفة إيه. طب أنت منين بتقول لي إنه أنا أروح أسأل أهل الكتاب وهم أهل الكتاب، وفي نفس الوقت بتقول لي إن هم كفروا وإن الكتاب اللي في إيدهم محرف؟ أنا مش فاهمة حاجة، أنا مش عارفة حاجة يعني. لما كنت بوصل لسورة مريم وكنت بقرأ عن المسيح في القرآن، كانت هي دي اللحظة الوحيدة اللي أنا بحس فيها إنه في حاجة ينفع تكون كليك كده بيني وبين ربنا يعني. فكنت بتعلق قوي في كلام عن المسيح، كنت بمسك فيه برغم إنه طبعا في أخطاء كتيرة يعني، بس حتى سيرة المسيح جوه القرآن كانت أطيب سيرة بتتقال. كلام عن العذراء كانت أطيب حاجة بتتقال يعني، لما بيقول ونفخنا فيه من روحنا وعطيناه من كلمتنا. طب يعني أنت ما قلتش كلمة دي عن الرسول. طب خليني أقول حتى إن هو لما ما صلب وما قتل ولكن رفع وشبه لهم، يعني أنت رفعته زي ما هو وكرمته، ما خليتوش بأتراب وخدته وعايش عندك لغاية اللحظة دي. اشمعنى المسيح هو اللي يحيي؟ اشمعنى المسيح هو اللي يخلق من عدم؟ اشمعنى المسيح هو اللي يتقال عليه في حديث قدسي انه كل بني آدم نخس في جنبه والشيطان نخس في جنبه الا المسيح عيسى ابن مريم؟ طب ما هي احنا يعني المسلمين كلهم فاهمين معنى الكلام ده ايه، انه احنا كلنا كبشر واحنا بنتولد بما فيهم محمد، الشيطان حط فينا من خطيته والشيطان حط فينا من شره، لما حاول يعمل كده مع المسيح ما قدرش. كان بالنسبة لي انه في سر في الشخص دوت، في حاجة أنا عايزة أعرفها أكتر. وبصراحة برضو يمكن عشان كنت في سن مراهقة وكنت لسه صغيرة برضو مركزتش قوي، كان بيخلص رمضان وبنرجع نتعامل عادي يعني، لحد ما خلصت ثانوي ودخلت الجامعة. وأنا في تانية جامعة اشتغلت، وكان معايا في الشغل واحدة مسيحية، انا وهي قربنا من بعض قوي، وكانت بتحبني جدا وانا كنت بحبها قوي. الست دي كانت متجوزه وعندها ولد وبنت، وكان يعني كانت طول الوقت مبتسمه، طول الوقت عندها سلام كده وحاجه يعني، حاجه مش طبيعيه، حاجه كده فيها حاجه غريبه يعني، كانها مثلا يعني خلينا نقول انا مش همامها الدنيا بما فيها يعني. فلما قربت منها وهي بدأت تحكي لي عن حياتها، قد ايه جوزها مؤذي وقد ايه جوزها كان بيضربها وبيضرب ولادها، وكان بيطردها بالليل الساعة 2 و3 بالليل، وكان مريض نفسيا، والكنيسة مش عايزة تطلقها يعني، مش عايزاهم ينفصلوا عن بعض عشان خلاص مش حاجة اسمها انفصال الا لعلة الزنا يعني زي ما احنا عارفين. فهي طول الوقت بتتألم ومش حاسة بالحب وحاسة ان هي مظلومة. فهي بتحكي لي، انا كنت عايزة اقول لها انت ازاي بتقولي كده يعني، يعني اللي انا شايفاه فيكي غير اللي انت بتقوليه خالص يعني، اسمع امورك اصدقك، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. انت تقولي لي ان انت مظلومه بالطريقه دي وانت طول الوقت عندك سلام وبتضحكي وبتحبي الناس وعايزه تساعدي؟ فساعتها هي راحت يعني طبعا انبسطت بالكلام، كلمتش في اي حاجه. بعد ما عدى فتره تانية شويه كده، جت في مره قالت لي انا عايزه احكي لك، عايزه اتكلم معاكي كلام خاص بيني وبينك. قالت لي عايزه اكلمك عن حبيبي وحبيبك. انا اتخضيت من الكلمه قوي، انت بتقولي ايه مين حبيبي ومين حبيبك يعني؟ صح انا بحبك وانت ست كويسه، بس ما فيش حد مشترك بيني وبينك يعني. فساعتها بدات تكلمني عن المسيح وقد ايه المسيح يعني، بشرتني خلينا نقول، كلمتني بالظبط عن محبه الله اتجسدت في المسيح ازاي، وحكيت لي قصه خلاص كلها من اول الميلاد لحد قيامه المسيح. وهي بتحكي انا طول الوقت مبسوطه جدا ان هي بتحكي، مش عايزاها توقف كلام، بس في نفس الوقت غيرانه، في جوايا غيره، في جوايا حاجه انه دي الكلام الحلو ده، انت ازاي عارفه دينك كده، انت ازاي فاهمه كده وبتتكلمي بالطريقه ديت وواثقه قوي كده، انا اول مره حد مسيحي يتكلم معايا كده واحس ان هما فاهمين. احس ان طول الوقت
كنا متعلمين المسيحيين مش فاهمين حاجة، المسيحيين مغيبين، المسيحيين مضحوك عليهم. يعني ده اللي المعلومة بتاعتنا، ان احنا بأبسط كلمة نقولها المسيحيين على طول هيسيبوا دينهم ويأسلموا. يعني دي بتتكلم وعارفة بتقول ايه. بعد ما خلصت الكلام تقريبا بعد ساعتين يعني، انا ما نطقتش ولا كلمة خالص. رحت قلت لها بس كلامك حلو قوي وكلام جميل، بس احنا كمان عندنا حاجات حلوة قوي في الإسلام. بس صراحة أنا مش مقربة من ديني يعني، ما بقراش كتير، بس أوعدك إن أنا هجيلك في مرة هكلمك عنه يعني. بس ومشيت ساعتها اليوم دوت، روحت البيت وكنت واخدة قرار إن أنا لازم أقرب من ديني جدا، ولازم أعرف كل حاجة عن إسلامي صح، عشان على الأقل أعرف أكلم الناس بالطريقة اللي كانت الست دي بتكلمني منها من كتر ما أنا غيرت منها. وفاكرة كمان جارتنا اللي قدامنا كانت هي وجوزها مسلمين سنة، بس السنة سلفيين قوي يعني، قوي قوي كده. كانت طول الوقت بتشوفني وبتكشر في وشي وتقعد تنصحني ان انا اتحجب، وشايفاني طول الوقت واحدة متبرجة يعني. فجيت انا خبطت عليها وقلت لها انا عايزة كل الكتب اللي عندك اللي بتتكلم عن الدين الاسلامي والتاريخ الاسلام وسيرة النبي وكل حاجة. هي انبسطت جدا ودخلت جابت لي تقريبا من مكتبة عندها كل الكتب اللي عندها، كانت كمية كتب كتيرة جدا يعني. أنا شلتها كلها ودخلت الأوضة بتاعتي، وقررت من اليوم دوت إن أنا هتعمق في ديني وعايزة أعرف أكتر عن الإسلام وعن سيرة الرسول. بدأت طبعا بالقرآن، ما كانتش أول مرة أقرأ القرآن، ممكن دي كانت المرة العاشرة، وبرضه ما كنتش فاهمة حاجة ولا عارفة حاجة، برضه ما فهمتش حاجة وبرضه ما عرفتش حاجة، والكلام حاسة صعب عليا جدا. كنت دايما بدل نفسي حاجة زي ما الشيخ اللي كان بيعمل دلوقتي دوت كده، عمال يبدل نفسه حاجة وخلاص، انه انا لسه صغيرة وانه فين فهم الله من فهمي انا، ما اكيد مش هفهم حاجة يعني، بس والله بقى الله اعلم بكل حاجة يعني. وكنت عمالة اسكن في نفسي بالطريقة دي لحد ما وصلت على سيرة الرسول وتعمقت بقى في حكايات الرسول وزوجات الرسول وحياة الرسول. ودي بصراحة اللي كانت عملت لي صعق كده شوية في حياتي، لأنه كنت كل مرة بقرأ هو اتجوز ازاي، بدأ جوازاته أساسا ازاي، وبدأ غزواته ازاي، وكان ايه أسباب الغزوات بتاعته، وليه كان بيجوز. أنا كنت مش عارفة ليه دايما بحط نفسي في مكان حد من زوجاته مثلا، انه يعني ايه الراجل ده؟ ايه الشخصية دي؟ انت عايز ايه من الحياة؟ انت عايز ايه يعني لما تتجوز بالكمية دي كلها؟ ايه الرسالة اللي انت بتؤديها اساسا؟ يعني لما تروح تاخد بنت عمرها 6 سنين وبعدين تقول لنا ان انت بدأت تدخل عليها من 9 سنين، حتى لو دخلت عليها وهي 15 سنة اساسا، لسه صغيرة يعني، ايه الحكمة الإلهية في كل اللي بيحصل دوت؟ بالنسبة لي يعني زوجات الرسول وحياة الرسول كانت هي الحتة اللي حسيت إن هي دخلت في ظهري كده وضايقتني قوي. وبعدين لما تعمقت في الغزوات شفت كان بيخش بيعملوا إيه في الناس، ولما كان حد بيعترض عليه، وكان لما يعني الست اللي قطعها بالحصان ديت بن مكتوبة جمالين السلام السلام يعني، مؤلف والولد اللي كان نفسه يروح معاه على الغزوة وقال له انت ما بلغتش، بس لازم اتأكد ان انت بلغت بنفسي، واتأكد ان هو بلغ بنفسه. ده ابن انا عمر، ابن عمر. يعني انا ساعتها قلت انت عرفت ازاي ان هو بلغ يعني؟ عملت له عشان تعرف ان هو بلغ؟ ما حدش يقول لي موضوع مشعر ولا مش مشعر يعني، في صبيان كتير مش مشعرين هو في شرط تاني بس ما اعرفش يعني، كان المفروض اجيب فيديو لان مش هنقدر نقول يعني ان لا هو صعب، انا بيختبر مش بيه ان عارفه هو الصراحه. بلغ، ما اعرفش هو اختبر الاختبار ده ازاي، بس ممكن ابقى اجيبه في حلقة تانية. ودي حاجه يعني كان في كتاب بسيط جدا على فكره، يعني مش كتاب مثلا عظيم يعني، يعني حاجه ممكن قصه اساسا ولد صغير يقراها، يعني ايه العظمه في دوت. فحسيت طول الوقت انه يا ريتني ما قربت، يا ريتني ما تعمقت، ويا ريتني ما قريت، يا ريتني فضلت زي ما انا كده مسلمه معتدله يعني. ايوه بس ولغاية ما وصلت كده لمرحلة انه انا مش حاسة ان انا عايزة ابقى في الدين دوت، انا مش حاسة ان انا عايزة ابقى متدينة بالطريقة اللي انا كان نفسي فيها، بس في نفس الوقت نفسي اقرب منك يا رب يعني، نفسي اعرفك اكتر، انت فين وانت مين يعني.
وبس. بس فضل الكلام مثلا الست اللي كانت معايا في الشغل دي معلق قوي في دماغي، ما دورتش طبعا في المسيحية خالص، ولا كان في بالي اساسا ان انا يعني كانت بالنسبة لي الفكرة دي منتهية، اذا ما فيش اسلام يبقى اساسا ما فيش دين خالص، يعني مستحيل انه انا اخرج من اسلام عشان اروح لدين بيأله بشر وزي ما كانوا بيقعدوا يقولوا لنا يعني. بس صراحة يعني كنت تعبانة، كانت فترة صعبة أوي، ما كانتش أحسن حاجة في حياتي، لأنه كل ده كنت بعمله بيني وبين نفسي، ما كانش في مخلوق على الأرض عارف أنا بعمل إيه. يعني حتى ما فكرت إن أنا أسأل أختي الكبيرة عن مثلا زواجه من عيشة، زعقت فيا جامد قوي وقالت لي أنت بتسألي الأسئلة دي ليه، هو أنت بتشكي في دينك؟ وبالنسبة لنا يعني مجرد بس إن أنت تسألي أساسا فأنت كده دخلتي في الخط الأحمر يعني. فاتضايقت قوي انه يعني ايه، طب امال لو هو مش عايزني استخدم عقلي اداهولي ليه، ما تاخده مني وخلاص يعني. وفضلت كده تقريبا سنة في اللي انا فيه دوت، عمالة بدور وعمالة ببحث مع نفسي وعمالة بتعمق اكتر، لحد ما وصلت في مرة قلت طيب انا هعمل مقارنة بين المسيح وبين محمد ومن جوه القرآن. انا لسه جوه القرآن، انا ما رحتش في اي حتة تانية، وجبت ورقة كتبت محمد وكتبت المسيح، وقلت هكتب عن حياة ده وعن حياة دوت، وهكتب عن معجزات ده ومعجزات ده. طبعا محمد كانت حياته مليانة بالحاجات بصراحة اللي لو أنا مع حد عادي مش هقدر أقبلها، فما بالك بقى لو شخص المفروض إن هو جايب رسالة من عند الله يؤديها للبشر. بالنسبة للمسيح ومن جوه القرآن، كان أكتر كرامة، كان أكتر عزة، كان عنده معجزات موجودة حتى من القرآن قادرة أتكلم فيها، قادرة أتأمل فيها. محمد مثلا معجزة الإسراء والمعراج، معجزة الإسراء والمعراج أنت الوحيد اللي شايفها وصحيت تحكي عنها، حتى لو تمت أنا برضو استفدت منها إيه؟ إيه الإفادة اللي أنا خدتها يعني من الموضوع كله؟ بس وحسيت ان في نهاية الورقة دي كان المسيح، حسيت انه تحت اسمه مليانة حاجات فيها النعمة بجد، وجوه القرآن برضه بتكلم، والمحمد كل اللي عنده حسيت انه هو شخصية ذكية قوي، قدر ان هو يباع كتير. معلش الصوت قطع، بتقولي حسيتي ان محمد شخصية ايه؟ عشان في تقطيع في الصوت. حسيت اوكي. طب دلوقتي احسن؟ اه اتفضلي. دلوقتي احسن؟ ايوه سامعاكي، اتفضلي اتفضلي يا اختي دالي. تمام. بقول حسيت ان محمد شخصيته ذكية جدا جوه ذكية. القرآن، بسبب السير ان هو لقى طريقة اللي هو كان فيه، وفي خلينا نقول في الزمن اللي هو كان فيه الناس هو في تقطيع، لا في تقطيع في الصوت مش عايزين. عارفة ليه، ففي تقطيع في الصوت، فخلينا مش عارفة ايه المشكلة، لكن عشان نقدر نكمل واحنا سامعين حضرتك بوضوح، لو ممكن الأول عشان اللي بيقولوا، لو حد قال يعني ان هي بتتكلم كده وبس، لا ده في القرآن الأمر اللي هي ما قبلتوش على موضوع الشاب اللي ابن عمر اللي راح لمحمد، راح له مرة وقال له عايز أكون في الجهاد، قال له لا أنت لسه بين 14 تقريبا، وبعد كده لما جاله بقى خده واختبر هل هو وصل للبلوغ، واختبر بقى الأمر ده معاه. الآية القرآنية نقرأ بقى، لأن دي آية قرآنية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فالإيه؟ قولوا لي الآية مش فليستأذنوا. النور 59. فكملوا بقى أنتوا، روحوا ادرسوا وراجعوا موضوع ابن عمر لما الرسول اختبر فيه إن هو بلغ، اختبره إزاي؟ اتفضل، أنا عرضت الآية القرآنية اللي بتتضمن الأمر اللي أنت أشرتي ليه. أعتقد الفكرة تمام وصلت. مظبوط. طب دلوقتي الصوت أحسن؟ آه كده أفضل. آه تمام. فبس كنت بقول على شخصية محمد اللي أنا اكتشفتها إن هو شخص كان ذكي جدا، قدر يلاقي طريقة
انه يبقى عنده اتباع من الطريقه ديت، ووعدهم بحاجات كتيره قوي، مش وعدهم بس على الارض، مش هيقلهم كل حاجه بس على الارض، انه يعني خلينا نقول شاب مثلا اهبلتش انت هتتجوز اثنين وثلاثه واربعه واللي انت عايزه كمان، كل ما تلاقي واحده حلوه خدها في طريقك عادي، وهيبقى عندك فلوس مش هتتعب فيها، كل اللي هتعمله ان احنا هنروح نعمل غزوات وهناخد من هنا ومن هنا، وانتشروا بالطريقه دي. ده صراحه اللي انا حسيته من سيرته كلها يعني. فساعتها خلاص بقى جوايا كده، انا مش عايزه ابقى في البؤره دي، انا مش عايزه، انا مش حاسه انه ينفع يبقى في بيني وبين ربنا علاقه بالطريقه دي. انا نفسي مش مقتنعه، ازاي هتجوز واخلف واقنع ولادي بحاجه انا نفسي مش حباها، مش مرتاحه فيها. وفضلت كده شويه، وبعدين فضلت كتير يعني، فضلت اكتر من سنه بالطريقه ديت. وبصراحه حسيت انه طب افرضي فعلا ربنا موجود في حته تانية، طب افرضي فعلا ربنا موجود في دين، في دين تاني، مين اللي هيدلني عليه، مين اللي هيقولي عليه؟ وكنت في يوم ماشيه في الشارع في منطقة تقريبا معروفة أو في مصر فيها مسيحيين كتير يعني، وكان في كنيسة، وكنت أنا معرفش الكنيسة دي اسمها إيه، ولا إذا كانت قصدي كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت، أنا معرفش أي حاجة خالص. أنا كل اللي شايفاه إن في كنيسة ومفتوحة وفي نور طالع من الكنيسة، فدخلت من باب التطفل يعني، عايز أعرف الناس دي بتقول إيه، الناس دي بتعمل إيه. دخلت وقعدت ورا خالص، وتقريبا كان في اجتماع للسيدات لوحدهم، وكان في ترنيمة بتتقال، وقبليه واحد من الترنيمة ديت هو فضل معلق في دماغي، بيقول سمعت أن طريقك مليان بالأشواق، لكن معك يا ربي بتهون كل الأزمات، وكانت الترنيمة اسمها أين أنت. وبعدين جت بنت من البنات ادتني كتاب صغير مكتوب عليه أبي أنت، ولا سألتني اسمك ايه ولا اي حاجة، بس جت ضحكت وادتني كتاب ومشيت، وانا خدت الكتاب ومشيت، وانا رايحة البيت قريت الكتاب وانا في الطريق يعني. الكتاب كان كله بيتكلم عن محبة الاب، ازاي اتجسدت على الارض، والله بيحب البشر قد ايه، وايه اللي حصل من الله، كل ده ما اثرش فيا الا حاجة، كانت حاجة تعتبر بسيطة جدا، انا عارفة التعبير بتاعها بس لمستني قوي. انه الكتاب بيقول ان في بنت عندها حوض سمك، وهي بتحبه جدا، بتحب السمك بتاعها دوت، وجنب بتهتم بيه وبتهتم برعايته، بس كل ما تقرب من حوض السمك يجري يستخبى منها ويخاف منها. فهي اتضايقت انه ليه خايفين مني، انا بحبكم وباكلكم، بهتم بالنظافه بتاعتكم، يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم، طب اعمل ايه عشان اقولها يعني، لازم اتحول وابقى سمكه وانزل معاكم واتكلم لغتكم عشان تعرفوا ان انا بحبكم وعمري ما هاذيكم. فكانت بالنسبه لي حسيت انه ايه ده، طب ما هو صح، عندها حق يعني، انا عشان الله يجي ويتكلم معايا بلغتي لازم يجي كده ويكلمني كده وش الوش، هو انا قليله في ايه عشان الله ما يعملش كده عشاني، هو انا يعني بالعكس، انا الله خلقني عندي عقل وميزني عن كل الحيوانات بتاعه الارض، بل بالعكس سخر كل حاجه عشاني يعني، كمان الاسلام بيقول كده ان كل حاجه مسخره لينا، يبقى ايه القليل فيا عشان الله ما يعملش كده عشاني، ما ينزلش بنفسه ويجي يقول ان هو بيحبني، يعيش التجربه بتاعتي ويقول لي منه كده ان هو حاسس بالامي، حاسس باللي انا عايشه بيه، ايه المانع دوت يعني. بس كان الكلام بيني وبين نفسي، حسيت الفكرة حلوة، حسيت انه المعنى حلو بالنسبة لي وريحني شوية، بس برضو فكرة ان الله يجي ويتجسد وانه والصليب وكل ده كان بالنسبة لي انا كمسلمة حاجة صعبة قوي، حاجة يعني لو فكرت مجرد التفكير فيها انا كده خلاص رحت في قبر كان يعني، من ناحية اهلي ومن ناحية حتى انا بيني وبين ربنا ممكن أكون غلط، أو الارتداد عن الدين دي أكتر حاجة في الإسلام إنه مفيهاش رجوع، على النار على طول، فأنا مش عايزة أخسر دنيتي وأخسر آخرتي زي ما بيقولوا يعني. وما تعمقتش أوي في الموضوع، بس كان كل يوم بيجي عليا أنا ببعد أكتر عن الإسلام وبقفل أكتر، كل ما بقرأ أكتر وكل ما بسمع أكتر وبتعب نفسيا. فجيت في يوم
خلاص حسيت ان انا وصلت هي دي نقطة النهاردة، انا هاخد قراري معاك يا رب. ومشيت من الشغل بتاعي، روحت البيت، يمكن نسيت حتى ان انا اركب مواصلات، خدتها مشي يمكن حوالي نص ساعة وساعة الا ربع مشي، وانا مش حاسة بالطريق ولا حاسة انا رايحة فين. كنت طول الوقت بس ماشية عمالة اعيط وعمالة اقول يا رب انا بحبك، انا عايزة اقرب منك، انا عايزة اعيش معاك، بس انا مش عارفة انت فين ولا عارفة انت مين، وايه الطريقة. انا خايفة قوي، انا خايفة يكون كل ده سراب اساسا، انت اساسا مش موجود وكل ده وهم احنا عايشين فيه. وفضلت النغمة دي لحد ما وصلت البيت ومرهقة جدا وتعبانة جدا، وقلت خلاص. دخلت الأوضة بتاعتي وقفلت على نفسي واشترطت على ربنا وتحديته اليوم دوت، قلت له النهاردة آخر فرصة ليك معايا، لو انت موجود، لو انت إله الكون دوت، لو انت زي ما بيقولوا ليك وجود اساسا في الكون، انت لازم تقولي بنفسك النهارده اخرك معايا. لو انا نمت النهارده وانت ما قلتليش انت فين وانت مين، انا بكره هصحى اعيش من غير اله، لانه طالما انت صنم وما بتردش انا مش عايزه اعيش معاك، انا عايش احسن وريح دماغي يعني من الاخر، يعني احنا مش بقينا ناقصه. دقيقتين اخت داليا. تمام. يعني فالمهم حلمت اول ما نمت، حلمت قلت ربنا كمان اشترطت عليه، انا عايزه حد راح للموت ورجع من ويجي يقول لي هو شاف ايه بعد الموت، يعني لانه بعد الموت خلاص كلنا بنعرف في نار ولا في جنه ونشوف الحقيقه. ساعتها اول ما نمت حلمت ان انا في البيت عند خالي انا ميت بقاله كتير قوي، وكنت ماسكه انجيل في ايديا وباب البيت عنده اتفتح وهو كان داخل عينه في عيني، وانا خفت منه لان خالي كمان كانت شخصيته قويه جدا يعني، منه قوي انه يشوفني وانا بقرا الانجيل، خبيت الانجيل وعماله اقول هيضربني وهيبهدلني دلوقتي. خالي جه قعد جنبي ومسك الانجيل وحطه على رجليا وحط ايدي وايده فوق الانجيل وبسني من راسي وقال لي انت ربنا بيحبك قوي وبيقول لك هو ده الطريق وكملي معاه. يعني جاء الحلم، شفتي الحلم زي ما طلبتي من ربنا ان يكون زي ما حد طلبته بالظبط، بالفعل ميت. مظبوط زي ما طلبت بالظبط. يعني انا صحيت من النوم انه يعني ما كنتش مصدقه، انا كنت عماله اعيط وانا نايمه وعينيا وجعتني من كتر النور اللي انا شفته في الحلم. يعني من ساعتها تاني يوم على طول جبت كتاب مقدس وبدات اعرف الكتاب المقدس، وخدت سنه قرايه ودراسه في الكتاب المقدس لحد ما خلاص يعني صدقت من قلبي انه أمين هو ده الاله. يعني أمين. طب من خلال اللي عشتيه وحياتك بعد الإيمان، يعني إيه الرسالة اللي أنت لو قلت لك وجهي رسالة لكل حد لسه ما زال في الإسلام، فأنت من خلال تجربتك وخبرتك تقولي لنا إيه؟ يعني أبسط حاجة في الدنيا إنه خلينا نقول لو أنا هركز من جوه الإسلام نفسه، شوف الإسلام نفسه بيعبر عن المسيح إزاي، بيقول إيه عن المسيح. لو انا مثلا مشيت بس ورا القران بيقول ان هو كلمه الله وروح الله. طب لو هو كلمه الله وروح الله، طب يعني معنى كده ان روح الله منفصل عن الله؟ يعني هل الله هيفصل روحه عن نفسه؟ طب ما كده بقى شرك. لكن لما انا ادي من روحي يعني انا وهو واحد، لكن لو اديته وهو وقلت له انفصل عني، انت بس خدت كلمتي وروحي عشان انت مجرد نبي، انا خليته بس بقى شريكي. لكن طالما كلمتي وروحي فهو مني. طب لو جينا على الصليب، فكرة الصليب نفسها، وما كنت لو ما صلب ولكن شبه لهم، طب ما انا كده بقول على الله هو اللي ضل البشر، وحاشا لله ان هو اللي يضل البشر. امين. يعني يعني ضلهم انت لمدة يا اخت 600 داليا سنة تقولي لنا، يعني. عايزه تقولي لهم يعني ان الامر يستحق ان انتوا تبحثوا، لان دي البحث حياتكم من الابديه. جوه القرآن، البحث مش محتاج ان هما يطلعوا بره، لان انا عارفة كل مسلم وكل مسلمة بالنسبة لهم فكرة ان هما يفكروا رعب اساسا، امين خايفين يفكروا، خايفين يمسكوا كتب تانية غير القرآن. امين. انا بشكرك جدا اخت داليا على مشاركتك بقصه ايمانك واختبارك وعمل الرب في حياتك النهارده، واكيد يعني في قصص وحكايات كتيره قوي بمعاملات الله معاكي بعد الايمان، اكيد يعني نرتب وقت تاني مع حضرتك. انا بشكرك امين جدا، شكرا حبيبتي امين على وجودك معانا. ربنا
يباركك. بعتذر جدا يعني وقت الحلقه للاسف انتهى وما قدرناش ناخد التليفونات. بعتذر لحضراتكم، الاخت نهال من لندن، الاخ نصر من لندن، الاخت فريال من لندن، اخت سيلا من مصر، دكتور مايك من امريكا. بعتذر جدا لحضراتكم فعلا يعني الوقت ما قدرناش ناخد تليفوناتكم. وشكرا لحضراتكم على مشاركتنا في الحلقه النهارده، وشكرا لحضراتكم على مشاهده الحلقه النهارده. بنصلي ان فعلا تكون الرساله بتوصل لكل قلب، وان فعلا يهتموا، لان هي دي الحياه الابديه اللي لازم الشخص يبحث عنها، لان مفيش بعد المصير الابدي مصير. فمن فضلكم فكروا، الرب يسوع المسيح حلها وسهلها وبسطها وقال لكم انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. قد ما في ايادي تمدد كان كل هدف هتسكت على